اهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، ويوم جديد ومحطه جديده من قطار الدوري العام لهذا الموسم، موسم 2011-2012. ان شاء الله النهارده الاسبوع ال 12 تستكمل مبارياته بلقائي حرس الحدود وتليفونات بني سويف، وايضا لقاء ام بي وسموحه. في بدايه اليوم برحب بضيوفي الكرام، كابتن مصر والنادي الاسماعيلي كابتن محمد صلاح ابو جريشه. مساء الخير كابتن محمد. مساء الخير ابو حميد، ازيك؟ منورنا النهارده، ربنا يخليك. ايضا كابتن مصر والنادي الاهلي والنفاسه السريعه الكابتن خالد بيبو. مساء الخير كابتن خالد. مساء النور، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. مفيش عيد الحد. مفيش عيد ميلاد النهارده ولا جيش ولا حاجه؟ لا لا، النهارده في اهداف، النهارده في اهداف وفي حصيله كبيره جدا في الاهداف. شفت بدا بايه؟ بدا بعيد الميلاد، لكن ان شاء الله تبقى على طول فرحه. يعني معنا على الهاتف مراسلنا محمد الجزار من ملعب الماكس في الاسكندريه. مساء الخير يا محمد. اهلا بيك استاذ محمد فاروق، واهلا بضيوفك الكرام الموهوب الكابتن محمد صلاح ابو جريشه والحريف الكابتن خالد بيك. اهلا بيك. ايه اخر اخبار عندك يا محمد؟ والله كابتن، يعني نقدر نقول ان شوط اول في قمه المباراه مفتوحه من الفريقين، بفريق حرس الحدود وتليفونات بني سويف بيقدموا مباراه اكثر من رائعه، مباراه هجوميه من الفريقين. نعم. كل فريق بيحاول ان يحصل على 3 نقاط، حرس الحدود بيحاول ان هو يحصل على الفوز التاسع ليه على التوالي، وفريق تليفونات بني سويف بيسعى لحصوله على الفوز الخامس له، طبعا تحت القياده الفنيه للكابتن اشرف قاسم. فنقدر نقول ان الشوط الاول مباراه مفتوحه من الفريقين. البدايه كانت سريعه من فريق حرس الحدود، اكثر من فرصه ضايعه الى ان تاتي الدقيقه 18 من الشوط الاول، ضربه ركنيه يسددها عبد الرحمن فاروق ولكن تخدع جميع مدافعي تليفونات بني سويف، ويخرج احمد فوزي في التوقيت الخاطئ، لتجد اخطر خطير احمد عيد عبد الملك المتابع الجيد يدعها بقدمه اليمنى داخل المرمى بمنتهى السهوله. في الدقيقه كام يا محمد؟ 18 من الدقيقه 18 عقب الهدف حاول تليفونات بني سويف التعويض، واهدر اكثر من لاعب من فريق تليفونات بني سويف فرص مؤكده، وفي المقابل برضه فريق الحرس حاول يبادلوا الهجمات، واهدر احمد عيد عبد الملك واحمد حسن مكي فرص خطيره، ليعلن حكم المباراه كامل محمد كامل عن 5 دقائق وقت بدل من ضائع. وفي الدقيقه الاولى ومن كره عرضيه يحاول اسلام رمضان انه يخرجها من داخل منطقه الصندوق، تصل الكره الى مصطفى مهنا يسدد كره ضعيفه ولكن تخدع الحارس وائل خليفه، ويتعادل فريق تليفونات بني سويف في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. في الدقيقة 5 والكل بيستعد للخروج، ضربة حرة مباشرة لصالح فريق حرس الحدود، يسدد أحمد حسن مكي صاروخ أرض جو على يمين أحمد فوزي تسكن الشباك، معلنا تقدم فريق الحرس. ينتهي الشوط الأول بتقدم حرس الحدود بهدفين مقابل هدف. في الدقيقة 5 قمة الإثارة، خطأ قاتل لأحمد فوزي يسدد كرة من داخل منطقة الجزاء، تصل على الدايرة في السنتر، تصل الكرة لأحمد أبو بكر مكشة، يستغل خروج أحمد فوزي من مرماه ويسدد الكرة من نص الملعب، تصطدم ببطن العارضة وتعود إلى الملعب في كرة سينمائية. وفي الدقيقة 10 خطأ قاتل لمدافع فريق الحرس محمود علاء، تصل الكرة لأحمد شكري يراوغ أحمد سعيد أوكا بمنتهى الحرفنة، ويضع كرة على يمين وائل خليفة، معلنا تعادل الفريقين 2-2. احنا دلوقتي في الدقيقة 15 وما زالت النتيجة تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، ولكن خليني أقول لك إن احنا مستمتعين رغم الأجواء الشتوية الباردة جدا 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 في سد المجد، ولكن مستمتعين بمباراة في منتهى الدفء ومباراة هجومية من الفريقين. أشكرك محمد، شكرا جزيلا. أعتقد أن نقلتنا ما شاء الله محمد للاستاد وكأننا جوه الملعب بالفعل. وكابتن محمد صلاح أبو جريش، أعتقد أن اللقاء صعب جدا، باين السخونة، باين الإثارة، باين حتى في النتيجة، يعني بداية من حرس الحدود ثم يتعادل تليفونات بني سويف في الدقيقة 46، ثم أحمد حسن مكي في آخر الشوط أيضا يسجل الهدف السادس له وهدف التفوق لفريقه، ثم يعود التليفونات مع بداية الشوط الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو الحرس عايز يحافظ على التقدم بتاعه والتصدر بتاعه للدوري، ودي قمة الإثارة في كده، وفي نفس الوقت تليفونات بني سويف عنده جهاز فني جديد،
طبعا بعد الجهاز بتاع كابتن حمزه المحترم. اعتقد ان دايما الدماء الجديده بتدي دفعه قويه وبتدي حماسه للعيبه، وفي نفس الوقت بيبقى عندها طموح ان هي تحقق حاجه مع المتصدر. نعم. الناس كلها بتتكلم على حرس الحدود دلوقتي انها من افضل الفرق وبتجمع نقط كتيره، يمكن ما تهزمتش الهزيمه واحده طول الدوري، عندها حوالي 25 بونت وهي في المركز الاول، وبالتالي بتبقى دايما قمه الاثاره في اللقاءات بتاعه اي فريق بيقابل حرس الحدود او المتصدر. اللي احنا شايفينه دلوقتي دي حاجه طبيعيه جدا ورد فعل طبيعي من تليفونات بني سويف، نتيجه ان هي من الفرق اللي كان فيها اقاويل كتير في الفتره اللي فاتت، يعني الفرقه صعدت لعدم الاستمراريه وعندها مجموعه من اللعيبه ناس اتكلمت كتير في ان سنها كبير ومتفاوت الاعمار، وفي نفس الوقت كابتن حمزه من ضمن اللي انا عرفته يعني من ضمن المشاكل الاخيره ان هو طلب ان هو يجدد دماء الفريق، والناس رفضت الحقيقه في الاداره عشان يبقى عنده انطلاقه جديده في الدوري. كابتن محمد برضو خلينا يعني نلقي الضوء على شغل كابتن حمزه الجمل، اعتقد ان حتى يعني كابتن طبعا اشرف قاسم كل الاحترام والتقدير مدرب على مستوى عالي، ولكن يعني في ثلاثه ايام مش الدنيا كلها مش هتكتمل، يعني اعتقد ان ده شغل كابتن حمزه طبعا ما فيش شك. طبعا صعب جدا ان انت تحكم على فريق او مدرب في اختبار صعب زي كده، وبتلعب فريق حرس الحدود ولسه مستلم الفريق من بلاش ثلاث ايام، من الصعب جدا ان انت تقدر تقيم مدرب في التوقيت ده، ولكن هو الشغل اللي فات كله هو شغل كابتن حمزه واللي بيكمله بقى كابتن اشرف، بدايه ممكن من الاسبوع الثالث من تولي المسؤوليه تقدر تقول ان ده الشغل اللي هو بيقدر يعمله. كابتن خالد، يعني حرس الحدود هزيمه امام النادي الاهلي على استاد الماكس، ثم تعادل على استاد الماكس مع مصر المقاصه بهدف مقابل هدف، ثم يتولى الفوز. تمام. ثمانية فوز ما شاء الله متتاليه لفريق حرس الحدود حتى هذا اللقاء. اعتقد ان حتى يعني الهزيمه والتعادل جاءت في استاد الماكس، وحتى الان التليفونات يتعادل مع الحرس على استاد الماكس. طبعا فرقه حرس الحدود فرقه محترمه جدا وعندها كل الامكانيات اللي تساعدها ان هي ممكن تأدي بشكل كويس، انما المنافسه على بطوله ده موضوع مختلف، ان انا افضل احافظ وافضل ان انا استمر ان انا اكسب وما اخسرش، وبالذات كمان الماتشات اللي على لعبي ده موضوع صعب جدا ومحتاج تهيئه نفسيه للاعبين بشكل كبير قوي، يعني ما ينفعش ان انت تبقى بالصدفه تلاقي نفسك بقيت اول ولازم تحافظ على الكلام ده، لازم يبقى من بدايه الدوري من قبل ما تبدا انت عارف وحاطط نفسك تارجت ان انت هتنافس السنه دي، فتبقى مهيئ نفسك ومهيئ لعيبتك ومهيئ جماهيرك ومهيئ كل العوامل عشان ان انت تفضل تنافس. انما انا شايف ان فرقه الحرس لو ما قدرتش تحط في اللعيبه وهم كانوا جاهزين هتبص ليه بيخسر بنط، يعني المفروض ان هو بيتكلم مع هيلاعب تليفونات في الحرس، يعني من الطبيعي ان هو يكسب، لان انت دلوقتي بتدور على المنافسه، انت ما بتلعبش ماتش عادي او بتلعب عادي زي ما كنت بتلعب السنين اللي فاتت، فلازم تبقى بتدور على كل ماتش عندك، فده بيحط ضغط تاني علاوه على المباراه اللي كل 3 4 ايام واللي جاهز واللي مش جاهز، بيحط ضغط تاني كبير جدا على فرقه الحرس اكتر من فرقه التليفونات. فرقه التليفونات طبعا عندها الاستعداد دلوقتي، مدير فني جديد، ورغم ان انا شايف ان الكابتن حمزه كان عامل معاهم شغل كويس جدا. انت شايف التغيير ده كان في محله كابتن حلو؟ بص عايز اقول حاجه، واضح ان في سر احنا ما نعرفوش، واضح ان في التغيير، يعني التوقيت توقيت التغيير برضو في مكان حساس او في وقت حساس. انا بقول لك هو واضح ان في سر احنا ما نعرفوش، يعني طبعا انا متهيالي ان هم طلعوا علينا في بالتصريحات ان كابتن حمزه عايز لعيبه جديده ومجلس اداره عايز لعيبه صغيرين، الكلام ده كله انا شخصيا مش مصدقه، يعني اكيد في حاجه تانية احنا مش عارفينها وما صرحوش بيها في 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 التلفزيونات، وهنشوف الكلام ده هل يا ترى لما كابتن اشرف هل هيجيب لعيبه جديده ولا مش هيجيب لعيبه جديده، ولا هيكمل باللعيبه دي ولا هيصغر اعمار، ما هو الكلام ده كله هيكتشف، يعني مفيش حد بيعرف في الاخر هيخبي حاجه على الراي العام. هو ده الفكر اللي ممكن نمشي بيه، انما فرقه التليفونات فرقه كويسه وعاملين شغل كويس قوي، مفيش ما يدعو ان انا اكهرب الفرقه في التوقيت الحالي او ان انا احسسهم ان العمليه صعبه جدا وان الدوري خلاص روح واحنا بننزل، ده فرقه في مكان كويس جدا وفي المركز العاشر وفي تحته انبي والمقاولين وطلاع الجيش، ده فرق كبير قوي تحت، فمفيش ما يدعو ان انا دلوقتي استعجل واغير جهاز فني واعمل المشكله كبيره، خصوصا ان انا اخر ماتشين خسران من المصري والزمالك،
يعني ماتشين فرقتين تقال ومن الطبيعي جدا ان فرقه بالتليفونات تخسر منه. انما هو في حاجه احنا مش عارفينها، ونتمنى ان شاء الله التوفيق لكابتن اشرف. كابتن اشرف مدرب محترم جدا، وان شاء الله التوفيق ليه هو وجهازه يقدر يعمل الحاجه اللي كان مجلس الاداره بتاع التليفونات عايزها من كابتن حمزه الجابر. كابتن محمد صلاح ابو جريشه، يعني برضو خلينا نلقي الضوء مره اخرى على فريق حرس الحدود. هزيمه في البدايه ثم عوده الى المستوى مره اخرى لقاء بعد لقاء. كابتن طارق العشري بيبني في هذا الفريق وفي هذه يعني التوليفه الجميله من اللاعبين الشباب، وايضا في بعض عناصر الخبره منذ فتره. انتقد كثيرا العام الماضي والعام قبل الماضي ان هو لم يحقق النتائج المرجوه من فريق بامكانيات حرس الحدود، ولكن على الجانب الاخر هو في جهاز الرياضه طبعا المؤسسات العسكريه لا يدفع مثل كما تدفع انديه الشركات الاخرى، وعلى الرغم من ان ما فيش امكانيات ماليه يعني مفتوحه، ولكن هو يحقق نتائج وعنده فريق وعنده قوام. خلينا نتفق دايما ان التوليفه دي مهمه جدا بالنسبه للمدير الفني. هو كابتن طارق مع مجموعه اللعيبه اللي موجوده مع اضافه بعض العناصر زي محمد شعراوي النهارده اللي في التشكيله الجديده للكابتن طارق، نعم. قدر ان هو يعمل توليفه كويسه، وبعض النجوم منهم النهارده مطلوبين في انديه كبيره وفي نفس الوقت في المنتخبات، يعني احمد عيد عبد الملك، احمد حسن مكي كان موجود برضو، احمد سلامه الفتره ايضا تواجد اسلام رمضان ومحمود علاء برضو من الوجوه الجديده اللي دفع بيهم مجموعه احمد اوكا، المجموعه اللي موجوده محمد الهردة. الحقيقه المجموعه دي والتوليفه دي ما خدتش وقت قليل. لازم نعترف ان التوليفه لازم تاخد وقت كبير، وفي نفس الوقت لازم نعترف برضو ان اشتراك حرس الحدود في بعض المباريات الافريقيه اجهدت الفريق وخلته يبعد عن المنافسه ويبعد عن المستوى الثابت اللي نقدر نقول فيه ان حرس الحدود رغم التفوق اللي كان موجود في الفترات اللي فاتت سواء في مباراه الكاس واحرازه لكاس مصر وكاس السوبر واحراجه لبعض الفرق الكبيره. نعم، معنا بعض طبعا لقطات لمشوار حرس الحدود في الدوله، ده لقاء وادي دجله وحرس الحدود. يعني برضو نكمل كلام حضرتك استبكان لكلام حضرتك كابتن محمد، التوليفة، وبرضو كنت بتتكلم على موضوع التواجد الأفريقي وتأثيره على التواجد في الدوري العام. أنا أعتقد أن فريق حرس الحدود يعني في لغة كده بتقال بالإنجليزية ما عندوش سكواد ديبس. سكواد ديبس يعني عمق في القائمة اللي هو يخليه يلعب في كذا بطولة متفاوتة، سواء دوري أبطال أفريقيا أو الدوري العام وأيضا بطولة الكأس. فده برضو كان بيدي سوء نتائج او سلبيه في نتائج حرس الحدود لما كان بيشارك في البطولتين كاس الاتحاد الافريقي والدوري. مفيش شك طبعا، وده اللي بيخلي الفرق الكبيره تكمل. يعني النهارده لما تتكلم على انديه كبيره على مستوى العالم، ايه اللي بيخليها تنجح سواء في الدوري المحلي او في الدوريات الاوروبيه؟ اللي بيخليها تنجح ان عندهم ال 22 او 23 لعيب اللي بيشتركوا في البطولتين بنفس المستوى، ودي حاجه مطلوبه ان انت يكون عندك توليفه كبيره وعدد كبير من اللعيبه. لكن اللي موجود هنا نتيجه القصر المده الزمنيه ما بين البطولات وضغط المباريات، ما بتقدرش ان انت تكون تشكيله كامله وتثبت تشكيل في اوقات عصيبه جدا وضيقه في الدوري. طب كابتن خالد، انت يعني شايف ان عدم مشاركه حرس الحدود في كاس الاتحاد الافريقي اثرت بالايجاب على نتائجه في الدوري؟ بص، انا عايز اقول حاجه، اذا ما كنتش مستعد كويس قوي وعندك مخزون من اللعيبه كبير، يعني انت ال 25 يكونوا احسن من بعض عشان تقدر تشارك في بطولتين او ثلاث بطولات، يعني تلعب في افريقيا وتلعب كاس مصر وتلعب في الدوري، لازم يكون عندك ستوك كبير جدا من اللاعبين تقدر تغير بيهم، وعندك تشكيله اساسيه تقدر تلعب في البطوله دي، وبتقدر تشيل منهم خمسه سته وتلعب بيهم في بطوله ثانيه. ده شيء صعب جدا، يعني لازم عشان العب في بطوله ما يبقاش برضه بالصدفه، يعني انا عارف ان انا السنه الجايه هلعب في بطوله افريقيه، لازم اجهز نفسي من بدايه السنه وعارف ان انا عندي مباريات كبيره. طب انا داخل ايه الهدف من ان انا اشارك في بطوله افريقيه؟ هل يا ترى ان انا مجرد ان انا يبقى انا اسمي شاركت في بطوله افريقيه، ولا انا داخل عشان اشارك ويبقى اخد بطوله؟ هل يا ترى انا بلعب في الدوري عشان المركز السادس السابع الثامن، ولا انا بشارك على يعني حضرتك بتتكلم على الطموح يا كابتن؟ الهدف كمان، الهدف اللي انا ببدا بيه البطوله. طبيعي جدا ان الاول لما بيجي المدير الفني يبقى في مجلس اداره واللاعبين بيقعدوا مع بعض، يا جماعه احنا هدفنا ايه السنه دي؟ عشان كده هو بيختار لعيبته ومجلس الاداره بتوفر له اللعيبه اللي هو عايزها عشان الهدف ده. انما ان انا بلعب بنفس الامكانيات ونفس الوضع ونفس التشكيل وهو نفس الوضع، واجي السنه الجايه هلعب طرف هي نفس اللعيبه، ما غيرش، ما جيبش، ما اضيفش عليهم لعيبه تقدر تشدهم لما يقعوا، لان طبيعي جدا ان انا هيبقى عندي لعيبه مجهده وتعبانين، وفي منهم اثنين ثلاثه بيلعبوا في منتخب مصر
فشيء صعب جدا، لازم اكون عندي مجموعه لعيبه ومجموعه امكانيات تساعدني ان انا العب في ثلاث بطولات، وده ما كانش بيحصل بصراحه بالفرق الصغيره. حتى النادي الاهلي والزمالك كان بيعانوا، كانوا بيعانوا من لما بيخش في بطوله افريقيا وكاس مصر، بيعانوا لما يكون في كمان منتخب. فتخيل بقى ان فرقه من فرق صغيره